الكسل هو الخطوة الأولى نحو الفاعلية. باتريك بينيت. أوديولاب تقدم مقالا صوتيا بعنوان 17 شيئا يحدث عندما تكون شخصا طموحا ولكنك أيضا كسول للغاية. قراءة مروان بن حفصية بقلم خول الجسمي. حمل هذا المقال الصوتي عبر audiolab.com. هناك سلالة خاصة جدا من البشر في العالم تجمع بين صفات الخمول القريب للامبالاة والرغبة الهوسية في تحقيق الكثير. هؤلاء الأشخاص يمتلكون مجموعة من السمات الدقيقة التي تجعلهم أكثر نجاحا بطريقة ما. كسلهم يفسح المجال لقواهم في الابتكار ويجعل الحياة أسهل وأفضل لهم. ومع ذلك لا أحد يعرف حقا حقيقة الحياة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص، فهم يخفون كسلهم أو لا يمتلكون الطاقة للترويج لنجاحهم. لذا فأنت لا تعرف أبدا من هم، ربما لا تعرف حتى ما إذا كنت أحدهم. لذا سنرى اليوم بعض السمات لهذا النوع من الأشخاص. أولا، إما أنك تفعل كل شيء أو أنك لا تفعل شيئا على الإطلاق، لا يوجد شيء بينهما. أنت إما تعمل لمدة ساعات بلا توقف وتحضر الطعام لك وللآخرين وتخطط لإعادة ابتكار نمط حياتك، أو أنك تستلقي على الفراش وأنت تشاهد الأفلام والبرامج والمسلسلات ولا تتحرك لمدة أسبوع. بغض النظر عن كيفية سير الأمور، فإنك تجسد شخصية كل شيء أو لا شيء من الألف إلى الياء. ثانيا، على الرغم من أسلوب حياتك المفرط، فأنت في الواقع متوازن للغاية. في نهاية اليوم يكون مجهودك متناسبا مع طاقتك. ثالثا، أنت غير حاسم بشكل لا يصدق، والأشياء التي تختارها عادة ما تكون هي الأفضل والأسهل. ستجد دائما نفسك عالقا بين العنصر الأكثر تكلفة الذي تريده حقا والعنصر الأقل تكلفة الذي تعرف أنه سيكون أكثر ذكاء في الاختيار. أنت في مكان ما بين الرغبة في العمل أكثر وجعل منتجك مثاليا، وبين معرفة أنك تحتاج إلى وقت للتعويض والاسترخاء. رابعا، يمكن أن ينسب معظم نجاحك إلى وجود أهداف وأحلام كبيرة ولا شيء من الطاقة اللازمة لتنفيذها. ينتهي بك الأمر إلى إيجاد طرق أفضل وأسهل وأسرع، يقوم أساسا على التفكير خارج الصندوق. خامسا، أنت تمقت مفهوم الأشياء. لا يمكنك أن تعيش حياة طبيعية إذا حاولت. ليس لديك رغبة في اتباع النموذج المحدد مسبقا ورؤية الأمور من خلال الهياكل والأساليب والأنماط الحالية. من خلال عدم قدرتك على تحمل ما يفترض أن يحدث، أنت تبتكر حياتك الخاصة والأفكار للآخرين أيضا. سادسا، لم تكن طالبا جيدا وكبرت بطريقة ما لتصبح شخصا بالغا عبقريا بأعجوبة. أنت لم تهتم بتكريس وقتك أو طاقتك أو أي مساحة في دماغك للأشياء التي لا تشعر أنها ستخدمك، ولكن عندما يبدو أن شيئا ما يخدمك تصبح مهتما بشكل كبير شديد، وتستطيع أن تصبح خبيرا في أي مجال في غضون شهر. سابعا، إما أن تتخلص من كل ما تملكه أو تتمسك بشدة بفكرة مضى عليها أكثر من 5 سنوات. ليس لديك بين بين عندما يتعلق الأمر بقدرتك على التخلي عن أي شيء. تشعر إما أن الأشياء ليس لها غرض أو أنها تعني كل شيء في العالم. لا يوجد شيء في المنتصف. ثامنا، إما أن ترتدي ملابس أنيقة للغاية أو أنك لم تغير سروالك الرياضي منذ أسبوع. عندما ترى ذلك مناسبا، فأنت تعرف كيف تجعل نفسك في صورة رمزية من الكمال الأنيق والعصري والمهذب والرائع. لكن خلال ما تبقى من الوقت، أنت ترتدي حذاء منزليا وتتجنب أي ملابس ذات هيكل طالما لا تحتاجها. تاسعا، أنت لا تعترف بالمواعدة. إما أن تدخل في علاقة حيث تعرف أنك تستثمر وقتك وطاقتك في شيء سيؤتي ثماره أو ينتهي بالتزام جاد، أو أنك لن تزعج نفسك. يبدو لك أن المواعدة هي أكبر مضيعة للوقت. عاشرا، لديك صديق واحد مقرب جدا وهذا كل ما في الأمر.
أنت تريد إحساسا عميقا بالانتماء والحب، ولكنك لا تملك بأي شكل من الأشكال الرغبة أو الطاقة للتعامل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص من أجل أي نوع من أنواع العلاقات العادية مع أشخاص تراهم مرة واحدة في الشهر وتسميهم نوعا من الأصدقاء. 11. تقوم بإنشاء قوائم مهام يومية تحتوي على أكثر من 20 عنصرا، وتنجز حوالي ربع هذه العناصر فقط قبل الاستسلام لمجرد الجلوس. يبدو الأمر كما لو أن فكرة كتابة كل الأشياء التي يمكنك ويجب عليك القيام بها ترضيك بما يكفي، ولكنك لا تحرص على إنهائها، أو ربما لا تهتم. 12. أنت شخص تلخص كينونتك في الأفكار الكبيرة. يمكنك صياغة مفهوم ما في ذهنك لما ستبدو عليه النتيجة المثالية. يمكنك حتى صياغة الأساليب والأفكار والخطط وبرامج العمل، ولكنك لن تنفذ أي شيء غير الأجزاء التي تبدو سهلة. 13. أنت تريد أن تعرف ما هو الأفضل بالنسبة لك، وتعلم أن الطريق إلى الحياة التي تريد أن تعيشها هو من خلال تطويرك الشخصي، ومن خلال اتخاذ الخيارات بناء على معرفة من أنت حقا. لذا أنت مهتم بكتب المساعدة الذاتية، وتسارق وقتا دائما للجلوس والتفكير في الأشياء الصغيرة وضبطها في حياتك وإدراكك لذاتك بشكل عام، لأنك تعرف أن ذلك هو الطريق إلى أسهل أسلوب للحياة بأقل الجهود الممكنة. 14. أنت تجعل من البساطة والاكتفاء أسلوبك، ولكنك تفتقر إلى ضبط النفس لتنفيذ ذلك بأي طريقة مشروعة، لكنك تحاول. 15. إما أن تقوم بإصلاح كل شيء تملكه وتفرك الأرضيات بفرشاة أسنان، أو لا يمكنك أن تزعج نفسك لترفع حقيبة التسوق الخاصة بك عن الأرض منذ أسبوعين. أنت تريد أن تعيش فكرة نمط حياة جديد تماما، ولكنك لا تنفذ ذلك فعليا بعد يوم واحد من الجهد تقريبا. 16. أنت تتوج أهدافك الوحيدة بما يلي: كيف يمكنني أن أعيش الحياة بأبسط طريقة ممكنة؟ أنت تريد أن تكون سعيدا. أنت تريد أن تكون مستقرا وراضيا وأن تشعر بالمعنى كل يوم. ولكن فقط طالما أن هذه الأشياء تأتي بسهولة، وطالما أن هذه الأشياء تعني في النهاية أنك لا يجب أن تعمل أو تجتهد كثيرا أو تحاول بجد، أنت على استعداد للتضحية الآن بما يمكنك جني ثماره لاحقا. 17. أنت لا تفعل سوى الأشياء التي لا تبدو في الواقع وكأنها عمل شاق بغض النظر عن مقدار ما قد يراه الآخرون. هذا هو بالفعل السر الأكبر وراء نجاحك. أنت تعيش حياة تلتزم بشغفك ورغباتك لأنك تفتقر بصدق إلى القدرة على القيام بأي شيء آخر. لديك إما تدفق مكثف أو عدم اهتمام كامل. في نهاية اليوم الأمر ينجح معك بغض النظر عن مدى غرابته. شاهد أيضا ولا تنسى اللايك والاشتراك. إلى اللقاء.